شكرا سيد رئيس، شكرا سيد نائب على هذا السؤال. بغيت نقول ان وزاره النقل تتولي عنايه خاصه بعمليه العبور، حيث تتعمل على توفير الظروف الكفيله بانجاحها من خلال مجموعه من التدابير التي تهم توفير الاسطول البحري وتحديد البرنامج ديال الرحلات وتعزيز طاقه العرض وتنويع نقاط العبور. فهاد السنه هذه تعبئت 32 سفينه تشتغل على 12 خط وتتامن 538 رحله اسبوعيه بساعه اجماليه تقدر ب 500 الف مسافر و 136 الف عربه كل اسبوع. فيما يخص اسعار التذاكر، كيف تتعرفوا عرفت اسعار النقل على المستوى العالمي ارتفاع مهم مقارنه مع سنه 2019 نتيجه التضخم اللي تتعيش العالم. رغم تحرير خدمات النقل البحري وفتح المجال للقطاع الخاص لاستغلال هذه الخدمات وخضوع اسعار التذاكر لمبادئ العرض والطلب، قامت الوزاره مؤخرا بتحسيس الشركات البحريه الوطنيه والاجنبيه لخفض اثمنه التذاكر، واستجاب البعض منها حيث عرضت تخفيضات تفضيليه بلغت 20% تقريبا 1100 درهم لكل اسره، يعني سياره زائد ربعه ديال المسافرين، وهي اثمنه تتوازي او تقل نسبيا تلك المسجله السنه الماضيه. وشكرا.